كاميرا المركز الإعلامي بالميادين تتجول في داخل فرع الأمن السياسي الذي تم تحريره بفضل الله سبحانه وتعالى من قبل أبطال الجيش الحر والمجاهدين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم شباب. هذا هو مبنى فرع الأمن السياسي وكاميرا المركز الإعلامي الميادين تتجول في داخل هذا المبنى بفضل الله سبحانه وتعالى. نحن الآن نطل على الحويقة.